بسم الله الرحمن الرحيم. معكم لاعب عبد العزيز متروك، لاعب نادي سامية فئة الناشئين، العب كرة يد من وانا صغير. والله اول انا كنت حاب القدم اكثر شيء، فحاولت اني اكثر من مره اني اروح قدم بس ما صار، فابوي شجعني اني العب كرة يد، فوالله رحت يد وشفت نفسي باليد زين يعني الحمد لله. لا والله انا اول شيء لعبت جربني الكابتن جناح وسنتر وجربني باك، بس اكثر شيء انا شفت نفسي اني حابة باك، والكابتن طولي يعني مناسب طولي فلعبني باك. والله انا بكورونا يعني كلش ما توقعت ان خففت اكلي وايد، ما كان في مطاعم، ومن ناحيه التمرين والله تمرنت انا بالفريج اركض وهذا وممشى مرات، فكورونا وايد غيرتني. انا كنت اول متين الحين ضعفت بسبب كورونا. تمرين تقريبا شبه يومي لمده ساعتين بس يوم راحه بعد المباريات، واكثر شيء اسويه بالتمرين طبعا ننفذ خطط، يعني لياقه ما قاعد نركز وايد على اللياقه كثر ما نركز على الخطط لان ورانا مباريات بالدوري. والله احنا الحين قاعد ننافس على بطوله الدوري وان شاء الله في بعدها بطوله كاس وراها، فاحنا قاعد نحاول ناخذ ان شاء الله المركز الاول بالدوري. والله اكثر شيء ناحيه لاعب الباك انه يشوت جنب من بعيد مرات يعدي يسوي زياده، بس ما يعني لاعب الباك ما مركز كثر السنتر يعني هو اللي يمشي الملعب والجناح، هو اكثر شيء يكون لاعب سنتر يعني مهما كان لاعب سنتر لانه اكثر واحد يمشي حق الباك وهو اللي يلعب له يعني قبل يشوت وبعد يلعب له، يعني هو اللي يلعب له الباصات اكثر شيء. اكثر شخص متفاهم وياه لاعب سنتر جراح، كان هو اللي يلعب له باصات اكثر شيء، ومرات هم لاعب دايره ينزل لك يعطيني كور عشان اشوت من بعيد. طموحي والله ان شاء الله اني اكون لاعب بمنتخب الناشئين وان شاء الله بعدها منتخب الاول، يعني لان بالكويت صعب رياضه احتراف برا وشي لازم منتخب تكون طموحك يعني الاول. والله الحين مدرسه بعد كورونا يعني سهلوا لنا من في مجموعه الف وباء وايام راحه، فوايد ساعدتنا من ناحيه التنسيق بين الرياضه والدراسه، فقاعد يصير عندي وقت تمرين ووقت للدراسه خصوصا للدراسه، فوايد ساعدنا هالشيء يعني. قدوتي والله الحين بكرة اليد محلي لاعب محترف اسمه فرانسيس، هو قدوتي من ناحية لاعب باك من ناحية جنب وقوة بدنية، فودي أكون مثله يعني إن شاء الله بالمستقبل. فائدة انقطاع مباريات طبعا درجة أولى، تعلم من لعيبة كبار درجة أولى، تعلم منهم طريقة لعب أو حركة معينة، شلون طريقة لعبهم، شلون نظام اللعب يكون درجة أولى، فوايد تستفيد يعني من ناحية انقطاع مباريات. والله ان شاء الله اطمح الاحتراف للخارج، بس والله يعني اهم شيء انا عندي الحين دراستي اهم من اكون يعني رياضي محترف، الدراسه اهم صراحه بالنسبه لي. والله احنا نادي سالمي الحين محتاجين، ماكو شيء محتاجينه صراحه، ناحيه باصات ماكو باصات ولا اكو اهتمام يعني من ناحيه تشجيع اللاعب وهذا، يعني وايد لعيبه كانوا زينين عندنا طلعوا لان ماكو احد يمرهم باصات وهذا، فوايد هالشيء يعني خلى النادي وقت صعب. يعني عشان يكون لاعب مميز لازم ينام عدل طبعا، لازم ياكل عدل، لازم مهم يتمرن عدل وياخذ فترات راحه طبعا، ما يصير يتمرن وايد وايد لان لازم فتره استشفاء بعد تمرين، فمن خلالها يكون لاعب ان شاء الله زين. طبعا الاصابات ورده باي رياضه خصوصا كره اليد، رباط صليبي من اهمها. طريقه انه يتفادى اللاعب الاصابه طبعا لازم تسخن عدل قبل المباراه وتسخن عدل بالمباراه. والله انا ابوي وربعي اكثر شيء شجعوني على الرياضه، مارس رياضه مختلف انواع الرياضه مو شرط كره يد، شجعوني وايد على ان اكون امارس الرياضه. نصيحتي اللي ما يلعب رياضه انه يلعب رياضه، انه تفيدك من ناحيه هم دراسه هم صحه، تفيدك رياضه بكل شيء. جراح هاني الغيث، ألعب فئة الناشئين الشباب كرة يد بنادي سالمية. والله أنا مباشرة دخلت كرة اليد، اختاروني بالمدرسة من قبل كابتن أحمد سليمان وأحمد جمعة، دخلت من المدرسة وبعد أخذوني النادي. في فترة الحظر الجزئي والكلي كان في أوقات مخصصة حق المشي وكذي، كنت أطلع أمشي لين ما فتحوا النادي للفريق الأول، فقمت أتمرن مع الفريق الأول. اللي استفدته والله مع الفريق الأول أن التمرينات غير عن الناشئين والشباب، كلياقة
كتمرينات بدنية حق اللاعب يعني يفرق واجد. والله أنا من المركز اللي أنا ألعب فيه السنتر، وألعب بكذا مركز بعد، الباك اليمين والباك اليسار، بس المركز اللي أرتاح له أنا وألعب له وألعب فيه زين السنتر. دور لاعب السنتر أنه يوصل الباصات، الاختراق، أنه ينزل حق لاعب الدائرة، وأنه يوصل كور. يعني اللاعب اللي متفاهم فيه أنا مو بس لاعب واحد، كذا لاعب متفاهم معهم بالملعب، لأن لاعب النص أنه شغلته أنه يوصل اللاعبين الكرة ويدخلهم عشان يدشون الجول وكذي. وفي كذا لاعب، محمد بلوشي، نواف العنزي، يوسف رجب، حسين جعفر، عزيز متروك، في كذا لاعب، سلمان عبدال، في كذا لاعبين يعني اوصلهم كورة عشان يدشون. يعني تلقيت خبر صداعي منتخب من الاعلامي خالد العنزي من الانستغرام، والله شعرت بفرحة ان انا راح امثل الكويت وكذي. واخبرت والدي والدتي وفرحوا معي. يعني المنتخب اللي يفرق عنه عن النادي ان كلياقه هناك، تمارين يعني اغلبها باللياقه البدنيه، وان شلون ننسجم مع اللاعبين. انا مو لاعب معهم انا بالنادي، ففي فرق بين لاعبين النادي ولاعبين المنتخب، انه ما يكونون معك بنفس النادي عشان تتفاهم معهم كذي. فعلى الخطط وان نتفاهم مع اللاعبين، تصويب التمارين الفنيه، اكيد المعسكر انه يفيد اللاعب كتمارين خارجية غير عن اللي بالكويت، كلياقة هناك، كتمارين برا الكويت، لاعبين أكبر، لاعبين أقوى، لاعبين تستفيد منهم، عندهم خبرة أكثر، ففي فرق يعني. وكوني خلصت معسكرات مع منتخب مع نادي، فتشوف أن الفرق فيك أنت يطلع، بدأ أنت تستفيد. قدوتي بلعبة كرة يد خارجيا هانسن، لاعب باك وسنتر، ومحليا عبد القدوس، عبد الخالق عبد القدوس. طموحي بلعبة كرة يد ان اوصل للاحتراف ومنتخب فريق الاول، وان اشد حيلي واجتهد على نفسي اللي قدام. يعني كلاعبين يد بنادي السالميه نحتاج الى كذا شغله مو متوفره عندنا، كمعسكرات، كلبس، يعني في اشياء لازم تكون متوفره عشان اللاعب والله يجتهد. مو شرط الاحتياجات الماديه، لا، المعسكرات الخارجيه او الداخليه، يعني عشان يعني اللاعب يشوف انه في اهتمام عشان يكمل باللعب او يكمل بالنادي نفسه. عشان يتفادى اصابات اللاعب كره اليد، انه وارد فيها اصابات كثيره بلعبه كره يد، كرباط صليبي، كالخلع، فلازم التمارين او التسخين بالمباراه انه لازم يعرفوا شنو انه يسخن عشان ما تجي الاصابه هذه. عشان يكون لاعب اليد لاعب مميز، لازم شيء ضروري هذا انه يسمع حق المدرب، التزامات بكلام المدرب، بالتدريبات، حتى بالمباراه، يعني انه يسمع الكابتن شو يقول له وينفذ يعني. ولازم يجتهد على نفسه وبالتدريبات والتمارين عشان يكون لاعب مميز. نصيحتي حق اللي ما يلعب رياضه انه يبلش يلعب رياضه، انه ما راح يفيده بس القعده بالبيت، كصحه له، انه ما راح تكون عنده صحه الكافيه او انه يكون في لياقه. لازم تمارين، لازم انه يدش الرياضه.